أهلا بكم. أشارت البيانات الأولية التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أنه خلال عام 2016 حتى 28 من الشهر الجاري هدمت سلطات الاحتلال أو صادرت 1089 مبنى فلسطيني في أنحاء الضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير قرابة 1600 فلسطيني وتضرر أكثر من 7000 مواطن آخر. ميدانيا قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن حارسي المسجد الأقصى المبارك فادي بكير شريطة الابتعاد عن مكان عمله في المسجد لمدة 14 يوما، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحارس بكير من مكان عمله داخل الأقصى بسبب تصديه لمستوطنين حاولا أداء صلوات وشعائر تلمودية داخل الأقصى. في موضوع آخر، أعلن الأسير محمد علقمة من قرية برطعة قضاء جنين إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي. والأسير علقمة معتقل منذ 15 من أغسطس الماضي من على حجز برطعة المحاذي لجنين، ومحكوما بالاعتقال الإداري لمدة 4 شهور دون أي تهمة تذكر، ويقبع الآن في معتقل النقب الصحراوي. في موضوع آخر، اختتمت مؤسسة فلسطينيات المرحلة الأخيرة من المناظرات التي تقيمها المؤسسة بين طلبة الجامعات الفلسطينية، وكانت فلسطينيات قد نظمت مناظرة بين الطلاب لمناقشة ملف اعتماد نظام الثانوية العامة كمحدد فقط للتخصص الجامعي، حيث أظهر الفريق المؤيد والمعارض حججه أمام لجنة تحكيمية، وفاز الفريق المؤيد لاعتماد نظام الثانوية العامة كمحدد وحيد للتخصص الجامعي. ووصلنا أخيرا إلى حالة الطقس، إذ قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إن الجو يكون غدا غائما جزئيا وباردا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.